طبعا تم تأجيل الامتحانات في جامعة إدلب لثلاث مرات متتالية نتيجة للظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها المناطق المحررة، ونتيجة للقصف العشوائي الذي تتعرض له هذه المناطق، وتقدم النظام والاحتلال الروسي في تلك المناطق. هذا أدى طبعا إلى نزوح السكان من المناطق ونزوح الطلاب، ونزوح الطلاب طبعا هذا الأمر لا يساعدهم على تأمين الامتحانات بشكل أفضل. لذلك وجدنا من الضروري تأجيل الامتحانات من أجل أن نؤمن ظروف أفضل للطلاب للدراسة والحفاظ على حياتهم أيضا من القصف الذي تعرض له المناطق المحررة.